لأول مرة مريم نور قررت تواجه. أنا مني أم ومني زوجي، ما خلقت لا أم ولا زوجي، يعني لا أم صالحة ولا زوجي صالحة. وتمام بلاقي بيتحديها على الهوى ببلا تشفير. وأتحدى أن ترد وأن نتناقش. كيف كان لقاء مع السيد حسن نصر الله؟ إيه أو لا بفتشوك لما تفوتي عن سمحت السيد أو لا؟ شو مضمون الاتصال مع بندر بن سلطان؟ إذا هلأ جبت سلولارك وطلبت من إنه تفتحي تليفونك قدام الرأي العام وعلى الكاميرا تبعيتي، تطلبي للبندر بن سلطان. شو السبب اللي خلى الشيخ صهيب حبلي يشلح عمامته؟ احتراما للعمامه انا شلحت العمامه. اذا حطيت ايدي عليها بده يروح يتوضا. ما قال لي رح يجي لك خلاص. الدين الاسلامي والمسيحي تخبين. عم تحكي صح؟ تخبين. بتشيله، ما بدي شيخ معي. وهل انتهت الحلقه على خير؟ انت مش مريم نور، انت مريم جهل وظلام. بلا تشفير مع تمام بلاك الاربعاء 9:30 المساء على الجديد